هذا سائل نقول إذا اجتمع الجمعة والعيد ثم صلى العيد فهل تلزمه الجمعة؟ من إذا اجتمع يوم عيد وجمعة فمن صلى العيد لا تلزمه الجمعة إلا الإمام إلا الإمام تلزمه الجمعة لأنه لابد من إقامة الجمعة وإن صلى جمعة وقد صلى العيد فهو أفضل لكن إذا اكتفى بصلاة العيد وصلى الظهر في وقتها، فإنه يكفي ذلك، أحسن الله إليكم.